اهلا البنات، اهلا زينات الفحلات، وش راكم؟ مش دايرين؟ ان شاء الله تكونوا ملاح وبخير وبصحة جيدة. صلوا على حبيب الله، صلوا على المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. شكرا على تعليقاتكم، شكرا على كلامكم الزين، تشجيعكم وحبكم ليا، حتى انا نحبكم ياسر. خلاها طاس طاس ونموت عليكم. البنات اللي جاو جدد، مرحبا بكم. ان شاء الله محتوى القناة يعجبكم ونكون دائما في المستوى. ما تنسونيش باللايك والكومنتار. البارح البنات في الليل لقيت روحي مخنوقة، وقعدت نخمم مع روحي، يا بنتي وش لي خانقك وش مقلقك وش مديك للقلقة؟ والله كسا ما غيف ونهضر مع روحي هكا البنات. لقيت بلي ما كانش حتى حاجة تديني للقلقة، يعني الحوايج الكبار البنات كل الحمد لله، الصحة الحمد لله، ولادي الحمد لله، راجلي الحمد لله، رحت شفت دارنا ورجعت الحمد لله، أتنفس يعني مانيش محتاجة حوايج ياسر. المهم الحمد لله في كل شوية أنا قلقة، ولقيت روحي بلي قلقة خاطر عندي 9 أيام ما خرجتش من الدار. يعني تقدروا تقولوا القلقة مفتعلة بفعل فاعل اللي هو أنا واللي هي السخانة ثاني، بس كنت خايفة من السخانة. من البارح العشية خرجت للبالكون، قعدت شوية في البالكون، تنفست، درت شهيق وزفير، لقيت روحي الحمد لله في نعمة، الحمد لله ربي يدومها عليا وعليكم. ومن بعد دخلت للدار، ما رقدتش بصح حتى للصباح، هكاك قاعدين يديروا لي دي زانسومني البنات، مانيش نرقد، خلاص بالسيف نرقد في الليل ونوض الصباح غوطاغ. وهكاك على بالكم توليك شغل عادة تاع ترقدي غوطاغ وتنوضي غوطاغ، مي ما بقاش ياسر وتعود ريما الى عادتها القديمة، لا لا حال يدوم. دونك هنا البنات نوض صباح، اول حاجه درتها رحت لادوش بيان سور كيما تعرفوا خويتكم، نوضتني ميمتي على 5:30 تاع الصباح، شربت دوايا وعاودت رجعت رقدت، بعدها تنوضتني ما بيل سور في التليفون وعاودت رقدت. المهم النوم مشني مفرطه فيه وفرات، ورحت للدوش لقيت حالته كيما راكم تشوفوا. على بالكم البنات انا ولدي كل ما يدخل للدوش، قلتها لكم 70,000 خطره، يعني نورمالمون تعرفوه كيفي وخير مني درك، كل ما يدخل للدوش نلقى نفس لي ديغا وراه، ما فهمتش واش يدير فيه. اليوم قلت له اروح هنا فهمني واش دير كل صباح في الدوش ولا كل عشيه، كل ما يدخل يخرج تلقاي نفس الاثار. اثار الجريمه هي على بالك بلي سيلوي كي يعفي سا. يا ولدي واش دير في الدوش؟ والو ماما جو في جوست بو. تخيلوا نتوما جو مو في جوست بو. نوض صباح لقيت له ماشط شعرو بالجال، داير حكم واحد القجار دار فيه لي بارفان تاعو ستفهم، يروح يدير البارفان يشوف مع روحو في المرايه. بدا يكبر البنات، بدا يكبر، ربي يعيش وربي يعيش لكم ولادكم. وما نساوش دايما البنات حتى كي نقعدوا قاعدين مع رواحنا، بينا وبرواحنا قاعدين هكاك نخمو مع رواحنا، توجور كاينه حاجه تكون ناقصه انسان واحد اخر ندعو له هكا في الغيب بلا ما نعرفوه، يعني بدون مصلحه بدون والو. روحي اللي تسمعي فيا ربي ان شاء الله يرزقك بالذريه الصالحه، قولوا امين البنات. روحي اللي تسمعي فيا وحابه الدار ربي ان شاء الله يرزقك بها، اللي حابه الدراهم ربي يرزقها بهم، اللي حابه الصلاح لولادها ربي يرزقها. المهم كل واحد متمني حويجه في حياته ربي يرزقه بها وفرات، قولوا امين، قولوا امين. امين يا رب العالمين. كملت غسلت لافابو هذاك وانا نغسل فيه ونضحك البنات، باسكو ولدي كي نسقسيه على حاجه ولا زعما اي في اون بيتيز ولا كاش عارفه ونقول له علاه تو في سا، سي با غراف مامون سي با ميشون، اون فا لافي دون 2 3 مينوت، دون موا جو في لافي مامون سي موا كي فا لافي. نلقى بلي عنده حق، اقسم بالله نلقى بلي عنده حق، سي غيان سي غا سي با غراف، ليسونسييل هو نظيف، غسل سنينات وغسل الوجه وغسل يديه وعاود مشط شعره بارفيم مع روحه، سي سا لو بلوز امبورطون، فرحان بالحياه. سينو اوتر شوز نغسلو الا كنت عندي الصحه والجهد دقيقه، ولا كان ما كانش خليه يقعد كيما راهو والدنيا ماشي هاربه. بما انه البنات هضرنا على لو سوجي هذا، حبيت نحكي على ان سوجي تري امبورطون اللي سقسيوني عليه البنات ياسر ياسر ياسر، بما انه انا ام وبما انه نحيت الغده الدرقيه. كاين بزاف يسقسيوني اسكو كيفاش ولدتي وانت كان عندك بروبليم تاع لادي اس اش، كيفاش اوبيريتي، كيفاش عرفتي هكا، كيفاش هكا. حبيت نجاوبكم اليوم على حسب خبراتي وعلى حسب ما فوت عليها البنات، مانيش مختصه مانيش طبيبه، مي راح نقولكم على واش قالوا لي لي ميدسان واش انا فوت عليه. انا البنات باش ولدت قلت لكم ديجا بلي شوي باسي باغ ان جينيكولوج، يعني ما ولدتش هكاك وحدي، قعدت 5 شهور ومن بعد كي لقيت روحي بلي ما ولدتش تقلقت، ومام راجلي باسكو لادور لي زونفون هو ما قال لي والو، مي انا بيني وبين روحي تقلقت كي قلت له بلي نروح للطبيب ما لقيتوش من الرافضين.
دونك بما انه كان عندي ان دي ريغلومون في الـ في الـ الـ الواحد تاعي توكم فهمتوا بلا ما نقولوا. دونك كي رحت درت لي زاناليز تاعي تو تي بارفي، حاجه واحده اللي هي واقيلا تيستوستيرون ولا كيك شوز كوم سا، اللي هو البنات الهرمون الذكوري، الا مانيش غلطه فيه، لا غلطه فيه صلحوه لي البنات، الهرمون الذكوري اللي لقاوه عند ايمان خليف. انا ثاني كان عندي طالع شويه البنات هذاك، دونك باش تقدري تولدي لازم يكون في لا نورم تاع المراه. عطاتني دي ان تريتمون، سيتي دكتور شيخ البنات، شيخ ولا شيح والله ما شفيت ليسونسييل في الطلعه تاع حسناوه، سي ان ميدسان واش نقول لكم، مراه هي اكسلون جينيكولوج. لا مونتي تاع حسناوه البنات وين كاين هذوك لي فاست فود تما برك، سقسيو عليها اكثر من رائعه. دونك عطاتني ان تريتمون البنات باش ترجلي لي لي زورمون هذوك تاعي، ريغليت لي لورمون تاعي، وهكا كان الحال. درت بيان سور اون بروسيس بروغرامي باللي ميديكامون اي تو، من اول تريتمون هزيت الكرش بنتي. اما بولدي جي في اوكان تريتمون، سيتي با بريفيو، على بالكم هذيك الهزه تاع 40 يوم اي تو، سيتي با بريفيو، خلا 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 خلا، ربي سبحانه اللي حب والحمد لله على نعمه ربي سبحانه. هذه جوست مازال باش نحكي لكم حوايج واحد اخرين. دونك هنا باش نقول لكم بلي انا لا تي اس اش تاعي اللي هو لورمون تاع الكواتر كان في لا نورم، يعني كان معدول، جي جامي او دو بروبليم فيه. وحتى كي اوبيريت البنات ما كانش عندي بروبليم في لا تي اس اش، كي ندير لي زيناليز تاعي لا تي اس اش تاعي معدوله. انا البروبليم سكو داروا لي دي كيست، ولي كيست هذوك قاعدين يكبروا، هما يكبروا، هما يرصوا لي البنات على الاحبال الصوتيه ويرصوا لي على الاخر، وقاعدين يتنفخوا، يعني يمشي ويكبر ويتنفخ، يمشي ويكبر ويتنفخ، حتى يفوت لا نورم. بدات اصلا ولات تبان فيا، دونك سي بور سا نحيتهم. ماشي باسكو لا تي اس اش تاعي ماشي معدوله ولا الاخر، هذه دوزيام. ثوازيام البنات نحب نقول لكم حتى اللي يديروا لابلاسيون تاع الكواتر، حتى اللي يديروها البنات يولدوا نورمالمون نورمال، ماشي صاف دي سان فو با دير تولدي نورمال، لازمك بيان سور تبعي الطبيب، والطبيب هذاك يعطيك الدواء، لازم توجور لا تي اس اش تاعك تكون في لا نورم، خاطر كون تكون هابطه ولا طالعه ما تقدريش تولدي، لازم فريمون تعسي لا تي اس اش تاعك، والطبيب هو اللي يقول لك. نحب نقول لكم باللي الحمل وتنحي الكواتر ولا مريضه بالكواتر سي بوسيبل، سي فري كو كاين دي ديفيكولتي، كاين حوايج، مي سي بوسيبل، ماهيش يعني سان فو با دير كو ما راكيش راح تولدي خلاص الا نحيتي الكواتر تاعك ولا كنتي تشربي في الدواء تاع الكواتر. هذه حسب معلوماتي وحسب ما قالوا لي لي ميدسان اللي فوت عليهم انا. ان شاء الله نكون راسوريتكم، سورتو ان شاء الله نكون عطيت لكم اون بوتيت ايدي ولا على واش فات عليا انا، سوا في لا غروسيس، سوا مع لا تيرويد، سوا مع الاخر. كملت غسلت لافابو هذاك، عاودت مسحت لابوبيل، حاشاكم وحاشا قدوركم. ونحب نقول لكم باللي عمره داود ما يعاود، ما نزيدش نخلي لابوبيل اون سكوند هكا بلا ساشيه، نحيت الاخرى من، حطيت الاخرى من، وهبطت الاخرى. خاطر البنات نخليها من كي شغل يديروها بالعاني، يجيو يجريو يحبوا يطيشوا في الوقت اللي انا خليت فيه لابوبيل بلا ان ساشي. دونك بدلت هذيك وعمرت لا بوتيت بوتاي، هذه البنات جابهم راجلي شراهم من اكسيون على ما اظن، ولا من نوز ولا ما شفيت، شرالنا بزاف منهم. دونك هذه وحده فيهم حطيت فيها شويه جافيل، شويه ما حطيتهم حاشاكم في لي تواليت، ودرت ان بوتي شيفون كوم سا، على بالكم لي تواليت توجور لازمها الماء والجافيل، نمسحوا العين، نمسحوا الباب، نمسحوا وين يقعدوا مع لي زونفون اي تو، سورتو كيقعد عندك ان غارسون سي ان بو ديفيسيل. وحطيت كيف كيف اون ماشين تاع القش تتغسل، حطيت اون ماشين، اليوم حطيت دو ماشين البنات، حطيت اون ماشين تاع القش تتغسل، وقلت نروح ندير الزريره ناكلها. نحب نضحككم هنا، كيما على بالكم راني قاعده سوا ديزون، ماشي سوا ديزون والله البنات، كي راني منقصه برشا حوايج، كيما الخبز نقصت فيه، نقصت لي سكروري، نقصت الماكله تاع الليل، نقصت حوايج ياسر. اي لو بلوس امبورطون كو راني نشوف في روحي قاعده ننقص شوي، ما نباليش اسكو سي لو سوبكونسيون، ماشي سوبكونسيون، ميم جو مسون ليجير هكا فهمتوا، كرشي حسيتها دخلت شويه مع لو كوب فان هذاك، مع الديتوكس. الحمد لله الحمد لله، ربي ان شاء الله يكمل لي بلا فولونتي. هذه قلت لكم البارح دارت لي شغل انسومني، ما قدرتش نرقد الليل كامل، وكيما ترقديش عباك مخك يبدا يخدم، تحبي غير توكلي، وانا سورتو الماكله تاع الليل حابه نحيها، موالف البنات نوض على ساعتين تاع الصباح نطيب نوكل عادي جدا. دونك قعدت انا نخمم وشيطاني خمم، انا نخمم وشيطاني خمم، ليسونسييل غلبت، وقلت له والله ما كليت وما جات في فمي حاجه مالحه مولا حلوه. المهم وحبيت الزريره في نص الليل وما كليتهاش، نط صباح قلت والله ندير شويه نحي بها السخفه هذيك، خاطر باش نحي لي سكروري خلاه ما نقدرش، وباش نحي خلاه ونمرض روحي كيف كيف جو با، حبيت ندير ان ريجيم
لي نقدر عليه، نحي الخبز ياسر، نولي ما ناكلش في الليل، نقص في لي سيكروغي بوتي تابتي، كيما ليامات هادو تال ممكن مانيش ناكل في السكر ياسر. اليوم الزريره البنات ما قدرت لهاش، بانت لي ياسر مسكره. سبحان الله سبحان الله، كل شيء في الدنيا هذه ولف، كيما توالفي كيما توالفي. دونك درت شويه الزريره، قالت لي ما بال سوغ كثري شويه باش تاكل معايا. حطيت دو كويير زبده، دو كويير عسل، حطيتهم سيغ لو فو، دخلتهم مع بعضهم تخي بيان. مول فنديرهم في الميكرووند يعني باش ما نكذبش عليكم. ميكرووند قالت لي ماما بديعه سريعه. لكن نهار درت لهم الزريره، قالت لي انا الزريره نقعد ساعه وانا نخلط فيها، ساعه وانا ندخل في الزبده في العسل، ساعه وانا ندخل في البسيسه في العسل والزبده. قلت لها انا معايا كل شيء بخبطه بسرعه، دونك مول فنديرها في الميكرووند وتجيني تهبل في الميكرووند وعلم الزيناتها. دونك درت العسل الاخر تاعي ونسيت القرعه، القرصه تاع الملح بلوتو، مول فندير القرصه تاع الملح. الزريره تاعي فيها اللحظه، كي تعود مشريه ما فيهاش اللحظه ندير فيها شويه اللحظه. كوم خالتي هي اللي مدتها لي، خالتي رقويه نوجه لها تحيه كبيره من هنا، سي ال كيم لافي، دارت لبنتها كي زيدت وعطاتني حقي، باسكو توجور نقولها بنينه ياسر 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 الزريره تاعها، وديرها هي يعني من ا جوسكا زاد، يعني مش نقول لكم بنه لا تقاوم. درت المهم كيما شفتوا زوز مغارف زبده، زوز مغارف عسل، ومن بعد واقيلا درت 4 مغارف تاع لافارين هذه تاع الزريره. ومن الاحسن البنات ومن المستحسن لافارين هذه كي تكون مخدومه في الدار، باسكو سي غار تلقاي واحد يبيعها برا ويديرها مليحه، سواء يحرقوا لها الحوايج اللي يكونوا فيها لداخل، سواء تلقاي فيها باغ اكزومبل المراره، هذه هي المراره تاع الحريقه، سواء ما على بالكش واش محطوط فيها. مي كي تكون كيما هكا كيما انا خالتي اللي خدمتها، عم بالي بلي فيها غير الحوايج الملاح وغير الحوايج اللي مفيدين للصحه. كان عندي شويه لوز افيلي محمر في الاف خايور، البارح ضحكوا عليا على اف خايور، انا نقول له هكا بصحتي. حمرته لتم، زينت بيه هكا من الفوق. كي قلت بلي انا ما نحبش فيه البدنجال، البطاطا مقليه والبوره، كاينه واحده قالت لي انا هذوما الحوايج نحب نطيبهم، بالك انت ما عرفتيش تطيبي فيه، بالك يمكن اعطيني يا حبيبتي انت كيفاش ديريهم نجربهم، ومنكم نتعلم ومنا تتعلمون. دونك انا البوراك درته مره جاني قاصح ياسر ما عجبنيش خلاص. البدنجال كيف كيف ماشي لو غو تاعو اللي نحبو، اما بالنسبه للبطاطا ما طابت ليش مليح من الداخل، ومن برا ما تحمرتش كيما نحب، ماشي كيما كي طيبيها نص طياب في الماء ومن بعد تخليها تبرد تري بيان، ديري لها شويه زيت شويه ملح باغ اكزومبل وتحطيها صح هكاك تجي تهبل. مي كي ديريها خضره ديريكتومون فيه ما عجبتنيش اصلا ومصلا. هذه هي دونك، هذه بالنسبه لي. اليومين هذو جاب لي راجلي واش يقولوا له البنات، لا ماشينا بان هذيك اللي طيب الخبز، دوك نجربها تراه معاكم، سورتو البان دو مي اي تو اللي كان مصلح لي فيها مليح، جامي نعاود نشريه، نعاود توجور ندير البان دو مي في ميزون، باسكو ساهله تحطي لها لي زاغريديون تخلط تطلعهولك تطيبهولك تعطيهولك طايب. تاع ليدري اللي شفتوها كانوا دايرينها اون بروموسيون، دونك نجرب معاكم اون غوسيت تاع بان دو مي، ولا عند وحده فيكم عندها اون غوسيت صالحه تاع بان دو مي ومليحه ما تنساوش تخليوها لي في التعليقات باش نجربها ان شاء الله. شربت معاه كاس ما كاس حليب بارد، وشربت غير الكاس تاع الحليب وزوز مغارف كيما راكم تشوفوا فيهم، هذه واختها بعد هذا واش كليت زريره البنات. الدرك مازال جي غيان مونجي، الحمد لله يعني كلش فولونتي، قلت لكم لا فولونتي لا فولونتي. هذه لا دوزيام كويير، هذا واش كليت منها الزريره هذه. جريت على ما بيل سور كلات هي وفرات، انا ما كليتش. ومن بعد قعدت نخمم واش ندير عشاء، رحت قعدت في بلاصتي نطلع ونهبط نطلع ونهبط نطلع ونهبط، وبيان سور نطلع ونهبط ومعها تطلع وتهبيطه من التيك توك. لقيت واحد لاغوسيت تاع الخبز عجبتني خلا خلا، قلت نجربها كان مليحه دوك نكملها معاكم. كان ماشي مليحه، كان ما عاودتش بارطاجيت النص الاخر البنات، ديروك شغل ما شفتو والو. هنا لقيت بلي لي ساك مع الكيل ورا الباب تاعي، قلت نحيهم، كاين ان ساك كيما الماغون هذاك سي بون اجوتي البنات تقشريتو، وعندي دي ساك لي هكا لبستهم ياسر وكرهت منهم. انا ما نحبش الحاجه كي نشوف روحي غلبت منها سي بون، خير نمدها ولا نطيشها ولا ميم تكون جديده. عندي ساك نوار اللي جابولي راجلي ليامات اللي فاتوا، هذاك هايل 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 لي براتيكي تو، دونك نهز فيه هو حتى نرشيه ونشري ساك واحد اخر. شفتوا صوتي ولا يروح خلع البنات، سبحان الله. الحال برا اليوم يا ربي يا كريم، وشداني ما خرجتش اليوم، وشداني ما خرجتش جو سافي با، خاطر انا الخرجه اصلا نخاف منها من الجو، على بالكم كي عود لو طون سافا با تعود تخرجي والعرق والسخانه والدراري قالقين والحاله ماشي حاله.
دونك ما خرجتش، درتها بروحي. ان شاء الله غدوه يكون الحال هكا، باسكو غدوه لازمني نخرج بلان تخوك افير بارطاجيهم معاكم ان شاء الله الا قعدنا حيين. الحاجه اللي عجبتني في الخبز هذا وجريت باش ندير، مكوناته البسيطه ياسر ياسر ياسر، فيه سر واحد باش يجي مقرمش من فوق، مي جو في با بارطاجي معاكم سيت فيديو البنات، سينو امبوسيبل نحطها لكم اليوم. لا فيديو الجايه الا خرج لي مليح وكما شفتوا نبارطاجي معاكم لا غوسيت كامله مكمله. دونك قلت لكم البنات المكونات ما كانش حاجه كبيره، فيهم 300 مليليتر تاع حليب، تياد بيان سور باش الخميره هذيك تتفاعل، اون كويير تاع راني نشوف في الماء في الحليب بارد ولا سخون، اون كويير تاع خميره تاع خبز، اون كويير تاع خل، دو ولا 3 كويير تاع زيت هكاكا، هما قالوا واقيلا 30 غرام هكاك، انا درت 3 كويير تاع زيت ا بوبري، و اون كويير تاع سكر ولا عسل كيما تحبي انتي. هذه هي واش فيها البنات لاباط تاعنا بلوتو، هذه واش فيها البنات. خلطت كلش كلش انا باسكو كانت عندي واحد نص هكاك ساشيه تاع لوفير شيميك حطيتها برك باسكو كانت ال تريني، خلطت المكونات تري تري بيان مع بعضهم، شيحت بالفارينة عينك ميزانك يعني ما لازمش تكون ناشفه خلا، ما لازمش تكون طريه خلا ياسر، هذيك ثاني لاباط تاعك. خلطت بالفوي بيان سور في الاول قبل ما نمد للبيترا يعجن، انا البيترا ما نكذبش عليكم حتى حاجه، يقولوا لي باغ اكزومبل سهله طريقه سهله ديري غير بيديك ما ديريش البيترا بدون اله عجن بدون هذيك، نحب نعجن بالبيترا، نحس بالبيترا يعطيك سورتو توسكي با توسكي بريوش توسكي الحوايج هذو البنات يمط النتيجه اكثر من هائله، باسكو يعجن بطريقه مليحه ما يقطعلكش لاباط تاعك. المهم ليح ياسر وينقص عليك التعب وما تدخليش يدك في العجينه وما تمسيهاش وما والو. شيحت المهمه البنات كما راكم تشوفوا بلافارين تري تري بيان، بعد درت الملح هو الاخر، عم يقولوا بلي الملح يفز الطلوع، دونك ندير وانا دي فوا والله سا ماغيف ونحط كلش مع بعضه وتجي العجينه تهبل لا يفز لي الملح لا والو، مي بون كاين حوايج تربينا عليهم والف العني وبكل شيء قضيه ولف، نقعدوا نديروا فيهم هكاك. هبط البيترا تاعي حطيتو يعجن، هنا كان يتحرك باسكو ما بيل سور كي دارت لو غرو ميناج تاع تاع لا كويزين نحات له الرجلين هذوك اللي لتحت ونسات ما رجعتهمش، دونك ردح وشطح حتى قال فيكس كيما تقول ماما. ومن بعد البنات نخليها ترتاح لاباط تاعي هذيك تطلع، الفرق مازال ما طلعتش يعني مازال ما هبطش نشوفها، دونك قلت نطلع ندير المونتاج تاع الفيديو تاع هنا تاع اليوتيوب تاع التيك توك تاع لي ريلز، المهم ندير لي مونتاج هذو كل ونهبط راه نشوف لاباط تاعي واش حوالها. قلت ندير لداخل نورمالمون الا كتب ربي سبحانه فخيت بولي واش يقولوا له بولي كريسبي، البارح درتو ديجا للدراري درت لهم دي ساندويتش تعشاو بهم جوست افيك لو بان نورمال، جاي يهبل يهبل ندير معاه غير سلطه لو بولي هذاك البنات لا اكثر ولا اقل، ولدي ما يحبش لا مايونيز بنتي نحط لها شويه لا مايونيز ويجيو دي ساندويتش على مزيناتهم بنان 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 بنان. كاين واحد كاين واحد لا تيك توكوز البنات هذه جوست اونتر بارونتيز، بزاف هكا الناس اللي يقول لك محتوى ما كان راكم غير طلب زوركم غير تخبزوا المحتوى ما كانش هذيك ما كانش، انا ديجا جبنا لي سبا خدمه تاع واحد اي انسان يهز تليفون يحطو حتى ولا كان لايفا وقاعد مقابلو يحضر برك يسمى شغل اي صافي تخو مال لا تيت كتعودي دايره اللايف، انا جربته مره وزوز والصراحه ما نقدرش عليه طول طون. يفو جامي باناليزي الخدمة تاع انسان هذه اولا، وثانيا دايما نتعلمو من عند الانسان هذاك مهما كان لو نيفو تاعو سواء تاع القراية سواء نيفو تاع المعيشة تاع اي حاجة. انا زوج حوايج تعلمتهم من عند واحد تيك توكرز تعرفوها كل اونتوليكا دوك نقولكم تفهمو. كي نعود منرفيا البنات نقول ربي 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 على بالكم على من راني نهضر بدون ذكر اسماء، اي سام سولاج ولدي كيف كيف ولا اي لو دي طول طون. وكاين حاجه واحده اخرى اني عمري ما ندير لاولادي وكونترير كي نشوف اون بيتيز ندير لهم دعوه خير روحوا ان شاء الله ربي يعطي لكم ما تمناو ربي ان شاء الله يفرحكم ربي هكا الدعوه هذيك توجور ميم نكون منرفيا ندير لهم دعوه خير لعل وعسى ابواب السماء تكون مفتوحه. دونك البنات جامي نو باناليزي العبد toujours on apprend من عند العباد مهما يكون لو نيفو تاعهم سواء كولتوريل ولا ثقافي ولا تربوي ولا اي حاجه. هذه برك بين قوسين وكيف كيف البنات نحيو الدعاء على ولادكم ونحيو العياط عليهم، نحبكم ياسر ياسر نموت عليكم، تلاقاو في الفلوج في الفيديو الجاي، باي.